مشاهدينا على التلفزيون النصر 24 في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دل وقت اللي نقدم لكم فوق ألا نشر الترجمة من تلفزيون النصر 24. استقبل في قصر الرأسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال دكتور درمي محمد إدريس ديبيد نو الممثلين القاس الأمين العام للأمم المتحدة لأفريقيا سنترال وأفريقيا دلوست. المناسبة كان بقت في قصر الرأسي. اسمع سنحب التفاصيل. لقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبيتنو مع المبعوثين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا والساحل محمد صالح النظيف وفرانسوا لونسيني فال في إفريقيا المركزية، تم فيه التطرق إلى مواضيع متعلقة بمكافحة الإرهاب ودعم تشاد في المرحلة الانتقالية. وقد أكد المبعوثان أن الأمم المتحدة تدعم تشاد بقوة في مجال مكافحة الإرهاب عبر دعم القوات المشتركة. هذه المهمة مشتركة، لأن حوض بحيرة تشاد مشترك بين 4 دول، الاثنين نيجيريا والنيجر تابعات لغرب إفريقيا، وتشاد وكاميرون تابعات لوسط إفريقيا. وانطلاقا من هذا مجلس الأمين والأمين العام لما انبعث هذه المهمة المشتركة عنده رسالتين. الرسالة الأولى تأكيد ل4 دول بأن الأمم المتحدة واقفة معاهم في النضال ضد بوكو حرام. الرسالة الثانية بأن هذا النضال ما يكون مخصص لدولة أو لدولتين، لابد أن ينظر نظرة إقليمية، وانطلاقا من هذا لابد أن نحاول نفكر في الحاصل في ليبيا شنو، نفكر في الحاصل في مالي شنو، في النيجر شنو، في بوركينا فاسو، لأن لحنا مواجهين عدو ما بيعرف حدود، ما عنده وجه، ما بيحترم قانون، وبيستعمل الدين كوسيلة ليوصل لهدفه. فانطلاقا من هذا مطلوب من هذه الدول أن يتضامن والأمم المتحدة مساعدة، والدول الأخرى برضو أن احنا كصوت لنوعي الدول الأخرى لتكون مع الدول الأربعة هذه، لأن اللي حاليا قاعد في الساحل وفي حوض بحيرة تشاد ما بخص بس هذه الدول، لأن بخص الأمن في العالم بصفة عامة. كما أوضح مبعوثا الأمم المتحدة عن دعم المنظمة الأممية والمجتمع الدولي لمسيرة المرحلة الانتقالية التي تشهد هدوءا واستقرارا كبيرا. هذه الرسالة عامة للدول الأربعة، لكن لكل دولة لها تخصصيات. تشاد مثلا في مرحلة انتقالية، وأكدنا للأخ الرئيس بأن في هذه المرحلة الأمم المتحدة وراها كل المجتمع الدولي معاه وراه بيساعده وبينظر في العمل القاعد بيمشي، ولغاية الآن فيه أمل بأن هذه المرحلة الانتقالية توصل لحدها بسلم وبعافية، ونحن عندنا أمل أن هذا الهدف يكون ممكن نحقق بدون أي مشاكل. هذا ودعا أيضا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في إفريقيا المركزية فرانسوا لونسوني فال، دعا المجتمع الدولي إلى مصاحبة تشاد من أجل إنجاح المسار الانتقالي الذي يسير بخطى. لا اتحاد من أجل إهداء بناء تشاد كان سو واحد مؤتمر صحفي اللي كان سمو للإسم عن الإزب، وفي المناسبة كان بعض من الصحفيين كان قدموا أسئلة ورد لهم الأسئلة واحد بواحد. في الوقت ده كان هجاء الرئيسان الإزب الله كان ترجمه لنا زميل موسى عمر موسى، خلينا نتابع جزء من كلام السيدات والسادة الصحفيين والمشاركين الأعزاء.
في هذا المؤتمر الصحفي لتقديم وإطلاق أنشطة حزبنا السياسي الذي تم إنشاؤه حديثا المسمى بالاتحاد من أجل إعادة بناء تشاد اختصارا ERT. في بداية خطابي أود أن أوضح الهدف من وجودنا هنا اليوم، هو أن نعلن لشعبنا التشادي والرأي العام ولادة حزب سياسي جديد تحت اسم الاتحاد من أجل إعادة بناء تشاد. هذا الاسم يوضح سبب تأسيسه. في الواقع تم إنشاء ERT بموجب الوثيقة رقم 473 الصادر عن وزارة إدارة الأراضي واللامركزية بتاريخ 13 سبتمبر 2021، وهو حزب اجتماعي ديمقراطي شعاره الوحدة العدالة التنمية. السيدات والسادة، يوجد أكثر من 200 حزب سياسي يمكن أن تبدو الآراء مشبهة ومربكة. السيدات والسادة، يتمحور برنامج حزبنا السياسي في النقاط التالية: إعادة بناء تشاد العظيمة من خلال كسر أساليب الحكم الضعيفة التي قادت البلاد إلى المأزق الحالي، إعادة بناء عدالة بمعنى الكلمة من خلال القضاء على الظلم، إعادة بناء جيش وطني وجمهوري حقيقي من خلال الأحوال العامة لتشخيص جميع العلل التي يعاني منها، إصلاح القطاعات الاجتماعية، إصلاح الإدارة العامة من خلال تعيين قادة مدربين. دائما الكاميرا انت الاخبار على التلفزيون النصر قاعد تسي جوله في المدارس عشان بشوفوا شنو نشاطاتهم. انا الدخول العام الدراسي عام 2021 عام 2022 المره ده الكاميرا كان مشت في ليسي دي لابي، وفي ثانويه البنات اي ليسي فيميني كان هجو لنا البروفيزير أحمد عبد القميص ومدام فاطمة حسن المولولة فاطمة كنت حجوا لنا فيما يخص البداية. أنا عام دراسي عام 2021 عام 2022 متى بيجي زميلك؟ أنا عارف لأن البرد كله لسه، لكن بيجي شيء متأخرين مثلا 7 و15 20 ده المدرسين هم من الساعة 7 قاعدين، لهم الساعة 7 و15 إحنا البورت برا لسه لهم، خليه يكونوا في الوقت المحدد ويبذل جهد يعني. لا نحن المحل اصلا محدد يعني في التعليم الفني، هي الليسي التكنيك ده ما عندنا نشول من ريكوريتي معقول، عندنا السكي باس عن كلاس سوبيريور والإيل باس، وعندنا البوج من سكوند بار كونكور كل الليست عندنا زول اللي عندنا اسمه في الليست جاي الفاس انسكرير، دونك ما عندنا اي شيء. ما عندنا صحيح الديفيكولتي في يا سيرتين البوج مثلا من بريمير وبوج ترمينال من الليسي بريفي ده، دي المشكله نحن ما بنشيلهم لكن ندلوهم عشان يمشوا في ديريكسيون العاصمه التكنيك يفيريفي السيو هنا من هنا، بعدين يجيبوا لنا بينور ده سيرفيس في اون ليز انسكريب يسجلوهم. لا نحن قبل ده في واحده من القنوات تقريبا تشاد بنكات جاد وانا كلم، يعني مشكله الفريد انسكريبسيون ده ما مهم، المهم كيف الطالب يجي يبدا الدراسه ويكمل البروجرام. دونك عشان ده حتى الان عندنا تقريبا كم 40% من الطلاب حاليا ده نادم دفع ما فيه، يجوا يشوفوا السانسير يورينتيهم ويمشي يدخلوا الفصل ويقروا. ممكن كان الشهر تم، ممكن البرايد يريجولاريزي سيتياسيون هنا، هو اصلا الكونستيتيوشن ما بقول اللي بيكفي يعني، واجب الدراسه هي مجانا، فدي مشكله ما عندها صعوبه. مشكلة السالر لأن خلوه طرف. بدينا الشيء كيف بصوبات كل قدرنا بدينا أننا كيرنا كي من أول ذات كي سوينا لسة يلا البيباسي والبريبلاندر سوينا لسة الأباد كمان يوم بقول زي جو كتب ذات كي لسة رجع يلا جو خلينا ندخل في كلاس جايبه ووارا كان أباد اللي جو جروس كله جو يريغولاريزي السيتياسيون انا ايالو بدينا واسا اول كلو غريف ما غريف ده بس جاي برجي لا ايكول واسنا من باكت سوسيال ده سنية ده غريف بيجي ما في ده الناس في مو قدر كي ايكول ده ماشي عديل ما عند بتن غريف ده ايالات اسا جاي واصلوا عديل تماما وصوبات ده في كان قلنا ما عندنا صوبات كله كده الستيسيون مش لأننا ما عندنا إفكتيف
وبيزون عندنا كتير، ولا ONG ولا يعطوا المستر كل جالينا عنات لاكري كله نبوبية، وكمان كله خالي تعرفوه السنة ده كمان بيجي خالي مرة تمن عنا عكرزات قد كدو كمان كله فرنتير اسكولار تمن زاد ويانا شيا ودار صوبات أصلا عندنا. أكثر من السنوات جمعية ستوب ديزير قاعدين يتشكم الأشدار ولا خضر ده كمان في قارة دردر عن السي سي اف قالوا لهم قلي ببلاسي واحد من الرجال الأعمال قال كي اللي بكان ده بيدور بجي بيدبر فوق أشياء أشياء في داخل الجوفرنال والقومين هم ذات يدخلوا شخصيا كي قالوا لهم هسا كده انتو اقولوا جسكا نوفيل اردر كدر كي يلقوا لكم بكان تمشوا تحولوا فوق في ده خلى واحد من الاعضاء من الجمعيه ستوب ديزير هو كمان هج لنا بما يخص جايمينو من بكان خلني تاب جسكا طول لان 2018 جينا في بكان ده نيري بجابنا هنا وهسا جينا ورا شكل معنا ده منا تراجع ارندسمان عند اللي كونترا باي لي نالنا قال لي شيلا بخنا يا كان فوقا وانا اقول لك بخنا ما نخلو سينا كي ما شنا فوقا بيبقى عن تروازيام كي ما خن وبنا ما شنا في جوسيس انا اللي جاي انا بروسي جينا بنا كورتو نال فدري اس كل داي في كورتو بني سما كمان اللي سا وارا جينا اللي كنا نعمل واي كي جا لنا في ميري قال إنه تيتر كونسي كل إنه قال دورا بخانا قال لي سي يمونتي وتشيرو لسنو دل قال أنا هنا أنا هو جماعة خي سنا جزء كله هو كم أكبر كونسي أسا ورا جا قال دورا دكتور لكنان مر ما غوفرنور جو قال بخانا قال ما تكتي قال جينا قال إنه بخانا كي جزء يا علم قال ناقو جزء كي قال هم بيا تنا دلي قال مكتينا جزء بخانا قال هذا كده قال ما نمشي. مشاهدين تلفزيون النصر 24 بالخبر خلاص كملت النشر الدائية نشكركم كثير بشايفين كل ترى النصر نخليكم كمان تتابعوا متابعة سلامة باقي برامجنا تلفزيون النصر الفضلت أبو دعفي لله.